تضل بربي المخزن هذا جاو كان طبيب من السبيطار نبو مالن ها السبيطار يخات لي لا يخص هاد القوام الحقيقه خص ديال القوام يخص ديال القوام يمتنا ديال المساكين ديال الضعفاء الا المساكين لا تدوس الفرماشان شي ضرب على الكناس 6000 ريال ولا 4000 ريال لا المساكين واللي ما يتخلص المساكين ورغوش اللي ما يتكان دا نتضل بربي المخزن هاد كان الضعفاء قال المساكين هاد الجبله قلنا لا نكرفس لا سيدي نضل طلب ربي المخزن والو ما يتنسافدش رامي والو ما يديش نستافدو نستافد 100 انت دوس السبيطار اللي ناض او انا غنا طبيبي وانا رانا دي علم ديكنا او انت نار ديكنا غيتعلم دا غنمشي لينا طبيب الجبل غادي غيتعلم وانا رانا علم او انت نار ديكنا غيعلم الكوني لو قني دا يعلم شوف غنا اختي وينا غنيا يحيى سيد سترات هاد الشاف غنتي دغي او انا غنويضه دي علم دا انت طلب ربي المخزن غادي غادي نلقاهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. نطلب الله سبحانه وتعالى عز وجل بأسمائه وصفاته العلى أن يشفي جميع المسلمين. أتنشف مولانا عز وجل. كذلك نتشكر ربي ثم نتشكر هؤلاء الناس تغتا ضدنا الدوان مدن ولكن الناس تغدي ضدنا الدوان مدن سبن لوخت في سبيل الله يخص شويه التنظيم لان الاعلانات ديت يعلقني المساجد نن 8 صباحا او 9 صباحا دغي كتلك من 10 او بنادم القدا يتحمل يات الامانه يخص يحسس الامانه لان اذا ضيعت الامانه كيداينا النبي صلى الله عليه وسلم هات القيام من الساعه إنا سئل رجل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا هؤلاء داند الدكاترة الله يجزيهم بخير ولكن يخسر حول ما أمكن أتستفدنا من تغتا باش كون داس لبان الرغبة. ثانيا أنت طلب وزير الصحة إعادة النظر للمستشفى بومان. مستشفى بومان ولو يستخصص ولو طبيب دادي تدو تالت دورت آلت دورت تحل تغولت. إذا نطلب وزير الصحة أدي زور سيريات الزيارة إي مدينة بومال هات سيخسى بزاف هات ورقيس اللين طبيب وخلين كان لي طبيب أتقمس المجهودات نسي ولكن وركفان ورقين هي السكينة خطار إلا مسمرين إلا دات إلا بومال إلا نيتعطي ناحية نصغرو يكفر بيت لا القلعة مكونة بومال داديس اخسات يا المستشفى يا خطار الا التخصصات باش الدواء من الامراض نسن هات حتى تجان اتل تشكر الملك نصره الله وحفظه الله دائما اللي تلبات دعوة المواطنين ولكن ود المسؤولين اخسات حسنس المسؤولين نشكر على هؤلاء المقيمين ويتغي يقومون ود نتني جزاهم الله خير وفي هذا القدر كفايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أتشكر نشكر ويد غنى ديدان الأطباء غنى ديدان سداد الدوان المواطنين ولكن مع الأسف المستشفى بومالندات أي غنى ياك ويزرين نزوز ديكسك ولو الأطباء ولو الممرضين دادي تدو بلاد مزداد ورجو فيك ما يدي سولك سبحان الله انك كاين نيك تمرضي الوالدان او يخت دي تزدا انك ويتسوار زات او يخت تسوار زات انك ويتسمراكش انك كرو كل السكانير السكانير دغيا يديري من ما يسكر السكانير يا ويندون سوار زات ان الناس يخسر الناس ويتسمراكش ما يمشي يدي تقى بنادم منا يمرضن وريغي دوانا غير يستغرف لا بيلانسار مراكش إذا طلب الوزير الصحة أدي الأوامر نص باش المستشفى بومالندات سدي سيري التخصصات أن تجايا الموقع الاستراتيجي
مسمرير يعني يكنيون القلعات المقونه يعني يشدك يمقون كل شيء يمقون كل شيء سواسيف سلايت سدرات اي تحلي الدو اي ميدر يشدي سربي بنادم ولكن تاشكو تقد الدايره تقد الموقع الاستراتيجي كل جزء دار تدو بنادم ولكن مع الاسف والو ديكس الاطباء ولا يا نو طبيب يكتي التوفيض طبيب تاع دوي تو طبيب يكتي التوفيض يخصنا نتظلى الحكومه تكلا وامير نص باش بومال ندا سدي المستشفى خاطر باش ولنا يدنا ديال اي الدواء اشكوكو غير ولنا يدنا يدوس مراكش يدوس الرشيديه يدوس الرشيديه يا الناس يخسر سكانير يدوس ورد الزيت الناس يخسر سكانير يخصها يدوس مراكش دا انت طلب اشكون تاع نديس الامراض الا وسميض الا بزاف المشاكل هاي الداغ توقع يعني خصا نكوني نك يشقيا الحال بزاف يشقيا الحال طلب صاحب الجلاله نصره الله ان يقوم بزيارته الى عندنا ببومالندات باش يشوف المشاكل ديالنا عندنا المشاكل بزاف 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 وهذا ما